وفي حد ذاته وضع الترشيح هي ما يمكن الا نكونوا سعداء نحن المغاربه، لانه توضع الترشيح ديال كاس العالم، الاستضافه ديال كاس العالم، يعني ماشي اي دوله عندها، ليست ماشي عندها الحق ولكن عندها الامكانيات توضع الترشيح هذا. يعني من بعد خمسة المناسبات اللي وضعنا فيها الترشيح، يمكن في 1994 في الولايات المتحدة، 98 فرنسا، المغرب كمل في ذاك الحلم ديالو في ألمانيا في 2006، في آخر مسابقة اللي كانت في إفريقيا في 2010 في جنوب إفريقيا. يعني المغرب دار المبادرة الخامسة اللي يمكن مشكور المسؤولين، شفنا في راسنا ليس المسؤولين ولكن شفنا في راسنا احنا المغاربة يمكن عندنا الإمكانيات باش نحتضنوا ديك المسابقة. يعني ما بين 1994 اللي توضع فيها أول طلب والان 2017 يمكن حتى 2026، يعني المغرب راه دار واحد القفزه كبيره في البنيه التحتيه. البنيه التحتيه ليس على المستوى الرياضي فحسب، ولكن راه في الطرق، السيارات، في المطارات، في الفنادق، جلب السياح. يعني كانت واحد كما كنقولوا المغرب راه تبدل من 1994 ل 2017 ان شاء الله 2026، يمكن المغرب يكون عنده ديك القدره باش ينظم هذه المسابقه هذه ان شاء الله. التنظيم ديال كاس العالم اكبر حدث رياضي بطبيعه الحال كيبغي بزاف ديال الخدمه. يمكن المغرب كما قلنا اقترح راسه اربعه ديال المرات، ما قدرش يعني يكون من يعني من الناس اللي يقدروا ينظموا كاس العالم، ولكن كانت تجارب كثيره للمغرب باش انه يتقدم مره اخرى لهذه النسخه هذه 2026. اربعه ديال المرات كانت تجربه، ولكن هذه المره تيبان بانه كاين بعض المعطيات ديزيلمون تيقولوا بانه المغرب ممكن انه يستقبل هذه النسخه. شفنا كاس العالم للانديه ولو انها ماشي دوره يعني كبيره بالوفود اللي كتكون بحال كاس العالم والعدد ديال المنتخبات. هذه المره كنشوفوا المغرب مع منافسين بحال المكسيك، كندا، الولايات المتحده الامريكيه. كنتمنوا كل التوفيق، كنتمنوا ان شاء الله المغرب يكون عند الحدث. باقي متسع من الوقت باش نديروا بزاف ديال لي بروجي وبزاف ديال التحديات كتسنى الكره الوطنيه. ان شاء الله علاش لا نظموها، جمهور تبارك الله، الملاعب حتى هي في المستوى. نتمنى كل التوفيق. يمكن كصحفيين الا نكونوا سعداء لترشيح المغرب للمره الخامسه لاستضافه كاس العالم، وسنكون سعداء اكثر لو توفق المغرب في احتضان هذه النسخه. الامر كان مفاجئا وغير مفاجئ في نفس الوقت، لانه مفاجئ غير مفاجئ لان المغرب يترشح للمره الخامسه، وسبق له ان ترشح في نسخ عديده 94 98 2006 و2010 دون ان يحظى بشرف تنظيم كاس العالم. هذه المره الامر بالنسبه لنا يعتبر مفاجئا بالنظر الى ترشح ملف قوي جدا، ملف الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. الكل يعلم بان انفانتينو حاول في حمله انتخابيه أن يدعم الملف الأمريكي بشكل كبير، وكانت هناك في الكواليس أمور دارت، يعني تحدثت الصحف العالمية عن إمكانية يعني فوز بلدان شمال أمريكا بالنسخة 26 أو 2026. بالنسبة للمغرب الأمر يعتبر مفاجئ لأننا سننافس هذه الدول القوية. ما حدث مؤخرا يمكن أن يلعب في صالح المغرب، كون السياسة الجديدة لدونالد ترامب الرئيس الجديد بمنع مجموعة من الجنسيات ما فيها بعض الجنسيات العربية من دخول التراب الأمريكي، هو ضد مبادئ الفيفا. وبالتالي فكان هناك تصريح لمسؤول بارز من الاتحاد الدولي أكد فيه بأن هذه الأمور لن تخدم الملف الأمريكي في تنظيم كأس العالم. بالنسبة للمغرب فكانت هناك زيارة لإنفانتينو على ما أتذكر في سنة 2016 خلال مباراة المغرب والكوت ديفوار، وهناك أبان عن إعجابه بمستوى البنية التحتية للمغرب، وأكد بأن المغرب قادر على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى بما فيها كأس العالم. سنرى كيف ستكون الأشياء إن شاء الله. نتمنى حظا سعيدا هذه المرة للمغرب.